السلام عليكم البنات. بون، جبنا اليوم نحكو على توزيعات العروس اللي تقدمهم في لاغوب البيضاء، هادو والطريقة تاعهم. طريقتهم جد جد سهلة تاع الصح. هادو هما. بون، نبداو بواش نحتاجو وكيفاش نخدموهم. شوفوا، انا هنايا امبريميت ورقة في بابي فوتو، هاي هكا راني وريت لكم مين خرج لي فوتو كيفاش نريقلهم افت بلابليكاسيون. الورقه هذه خرجت لي نورمالمون 10 هكا بابي فوتو دوبل فاس، فاس هذه وفاس ثانيه في زوج لماعي. نحتاجو بقعات هكا، نحتاجو لي بابيون هادو. هادو بعد نحط لكم الطريقه تاعو كيفاش خدمتهم. نحتاجو بيستولي و عيدان شوا هكا، ونحتاجو الحلوى. شوف بون البنات، هنايا كاين شي بنات يديرو دراجي في بلاصة الشوكولا ولا، هو الاختيار على حساب ما تحبو نتوما. هنا عندي شوكولا، نبداو على بركة الله كيفاش الطريقة. نقصقصو هادو ونرجع لكم. هنا بعد ما قصقصت هادوك الصور هاهم، نكونو سخنا البيستولي تاعنا، نجيبو الصورة تاعنا هاهي، نقلبوها لظهرها، نجيبو البيستولي نديرو خط في الوسط. ان شاء الله برك الطريقه راهي واضحه. هنا نجيبو العود الشواء تاعنا ونلصقوه. هنا مازال باش ماكوفيتش نعبزو عليه حتى يلصق لنا. نجيبو البابيو تاعنا، مسدس الشمع باش نلصقو البابيو تاعنا هاكا. كما راهي موضحة الصورة قدامكم، نزيد نلصقو هنايا باش نلصقو البقالة تاعنا. هنا ما تلصقوش البقالة، لصقو غير الحافة تاعها، هذاك كما حنا نقولو هذاك اللصقة اللي يجي من اللور لاصقين معقدين بهم البقالة. ها انا زيد نهبطو هنا تحت شوية باش نلصقو الشوكولا ولا الحلوى تاعنا ولا الدراجي بهاي الطريقة. هاهي زيد معاكم واحدة اخرى، نجيبو الصورة نقلبوها للخلف، هكا نجيبو العود الشواء تاعنا، نزيدو نهبطو شوية، نجيبو البابيو هكا. هادو الحواف هادو الاخرين هادو من يبسو تقدروا تنحوهم باش تخلو العمل تاعكم نظيف. هادو هنايا باش نديرو البقالة،
هكا. وهنا باش نلصقوا الشوكولا تاعنا. هادو هما، الطريقه تاعهم سهله بسيطه. ما تنساوش البنات ابوني وتشتركوا في القناه، ودوك نريهمكم فلافا والديكور تاعهم النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع تاع توزيعات العروس بعد ما درت لهم هذا، درتهم في بوكي على شكل بوكي كما راه موضح هنا. هذا هو الشكل النهائي تاعو البنات. ما نطولش عليكم، ما تنساوش تابوني وتشتركوا في القناة، ومع السلامة.